صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، روحي وارواح العالمين لك الفداء يا يا غريب كربلاء. يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم سادتي ونفوز فوزا عظيما. بهاليل لم يبعث لها العتب باعث، بهاليل لم يبعث لها العتب باعث، إذا قرط الكسلان قول المعاتب، فحاشاهم صرعا ومن فتياتهم بهم قد أحاط العتب من كل جانب، تعاتبهم وهي العليمة أنه يوم بريئون مما يقتضي قول عاتبين، ومذهولة في الخطب حتى عن البكاء، فتدعو بطرف جامد الدايم ناظبي، تلبي بنو ظبيان أصوات صبية لهم قتلت صبرا بأيدي أجانبه، وصبيتكم قتلى وأسرى بعتبكم، فما وجدت منكم لا من مجاوبين، شكت ورعويت إذ لم تجد من يجيب، وما في الحشا ما في الحشا غير ذايبي، ومدت الى نحو الغريين طرفا، ومدت الى نحو الغريين طرفا، ونادت ابا خير ماش وراكبين، طر القبر يا كرار وبناتك تعنى، شوف اش حال ابا الليل من ودعت وليا، يا قادر قوم من قبرك واقصد كربلاء الليلة. هذا الخطاب مو فقط من الشاعر، منك هم موجه الى الامام امير المؤمنين. يا حيدر قوم من قبرك واقصد كربلاء الليلة، وشوف شبولك بيا حال واسمع حنة العيلة، جاسم قعد يم رملية والاكبر قعد يم ليلة، لكن يجر حسرات عليا ويلعب راتها،
وليالة تشم وجناتها وغدت تنقب على فراقه ويتلاف الفرقع ويلي تقله تقله بس وعد الليالي يا وليادي وتفارقني سالف لي يا بعد اهلي على فرقاك اش يصبرني وخيد يا ضو عيوني وبيك الدار خيبني يا ابني مقدر الفرقاك اخذني للمعارة وياك حتى انشتل يا ابن هناك شل بالعمر بعدك وروح الظام يعلان والي ورمل الصيح يا جساء ما درباي تالي بدال العرس والحافة اشوفك عالثرى رمية يقلها يا امي لا تبشين لاشن عندي وصية من اللي انا سمعية وبالي اشتقلية دمعتك لا تهلي يا دمعتك لا تهلي تراني انكسر قلبي وعلي ميون مجرى شنو الوصية انقل انا شفت عقب عيني شباب لا يعرسون والشبان يلتمون والحافة يزفون ذاك الوقت ذكريني وسالت دمعة عيونا قامت على الوجه تلطم تحب بوجنتي وتشم تقل لو الدمع يسجن وصيتك مرد تروح يا من الروح سلوان يا حادر يا حادر وعتنا الليال حسين الخامة تحيا ولهم يا حادر وعتنا الليالة حسين الخامة عيالة ندع زينب وجد زينب لاخوها وقعدة قبالة قام حسين يا صياب ذيش الحرم واطفالة يقلى والدموع السيل شوف يا الزلم والخبل يا اختي بس وعد الليل باكر تجمع لي انا غيا وتجرك الروايه ويلي نادت والقلب مرعوب وصايا يا بن حيدر عظيم المجد وصيت المن بالحرم يا اخوي وصيت من تهجم علي خيول وميه لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم انا لله وانا اليه راجعون. خطب مولانا الحسين عليه السلام في مثل هذه الليلة في أصحابه وآل بيته قال أما بعد فإني لا أعلم أصحابا أوفى ولا خيرا من أصحابي ولا اهل بيت ابر ولا اوفى من اهل بيتي فجزاكم الله عني جميعا الا واني سمعت جدي رسول الله يقول ستساق الى ارض العراق فتنزل ارضا يقال لا عمورا او كربلة
وقد قرب الموعد، واني اظن يومنا من هؤلاء الاعداء غدا، واني قد اذنت لكم انتم في حل من بيعتي. هذا الليل قد غشيكم فاتخذوا جملا، وليأخذ كل رجل منكم بيد رجل من اهل بيتي، وتفرقوا في سوادكم ومدائنكم، فان القوم انما يطلبونني ولو اصابوني لذهلوا عن طلبي غيري. خطب الحسين سلام الله عليه هذه الخطبة العظيمة في أرض كربلاء في مثل هذه الليلة في جمع من أصحابه وأهل بيته. لكن أكو شيء هنا، أن الحسين صلوات الله وسلامه عليه كان يدعو الناس إلى نصرته ومساعدته، فيبعث الرسل والرسائل الى الاقطار، الى البصرة، الى اماكن اخرى، يخطب في الناس ليحصل على انصار. الان هالانصار اللي يحصلهم كيف ان الحسين سلام الله عليه يأذن لهم بالذهاب؟ كيف ان الحسين بأبي وامي يسمح لهم ان يفارقوا ارض كربلاء ويمضوا وهو احوج ما يكون اليهم؟ الذي يظهر من خطبة الإمام سلام الله عليه أن الحسين بأبي وأمي أراد في هذه الرخصة، يعني في إعطائهم الرخصة، أراد بأبي وأمي أن يظهر للملأ، للتاريخ، للأجيال، للناس مدى عقيدة هؤلاء الجمع. أراد أن يظهر لهم مدى تضحية وجهاد هؤلاء الجمع، مدى إقدام هؤلاء الجمع، يعني شد الجماعة مستميتين في حق الله، مستميتين في حق الحسين، بحيث سيدهم الحسين سلام الله عليه يأذن لهم أن يفارقوه، يأذن لهم أن يمضوا عنه، أن يتفرقوا عنه، مع هذا هم مستميتون في الدفاع عن أبي عبد الله الحسين. ولهذا الحسين بأبي وأمي مدحهم بمدح كبير جدا. أما بعد، فإني لا أعلم أصحابا أوفى ولا خير من أصحابي. مو كلمة قليلة، وخصوصا من إمام معصوم مثل أبي عبد الله الحسين سيد شباب أهل الجنة. هالكلمة هاي تبرز شخصية هؤلاء الأصحاب، تبرز منزل الرفيعة التي يتحلى بها هؤلاء القوم، والحسين لا يغالي إذا أراد أن يصل. ثم احنا نعرف في تاريخ المجاهدين الكثيرون الذين قاتلوا في سبيل الله وابلوا بلاء حسنا مع الانبياء، مع الاوصياء، مع الصالحين، مع المؤمنين، كثر الاف من الناس التي خرجت لقتال اهل الكفر وكان لها منزلة عظيمة عند الله سبحانه، ومن ابرز هؤلاء اصحاب النبي يوم بدر. فكيف الحسين سلام الله عليه يقول أما بعد فإني لا أعلم أصحابا أوفى ولا خير من أصحابي؟ يظهر أصحاب الحسين سلام الله عليه بقصف كربلاء أفضل حتى من أصحاب النبي يوم بدر، مع العلم أن أصحاب النبي يوم بدر لهم منزلة رفيعة جدا عند الله، لأن هم وضعوا الحجر الأساسي للإسلام، هم الذين ضحوا بأنفسهم ذاك اليوم. أول غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وآله غزوة بدر، و313 رجل خرج من المسلمين لينصروا رسول الله في تلك الأزمة وذلك الموقف الحرج. ولهذا دائما انت لما تجي الى شخصية كبيرة والزورة تقول له اشهد انك مضيت على ما مضى عليه البدريون المجاهدون في سبيل الله المناصحون له في جهاد اعدائه. فمن ابرز الصحابة، من ابرز الاصحاب، اصحاب النبي يوم بدر.
كلمة الحسين تدل على أن أصحابه يوم الطف أفضل حتى من أصحاب رسول الله يوم بدر. فنجي نتحاسب حول الموضوع، نجي نقارن بين أصحاب علي أصحاب رسول الله ذاك اليوم وأصحاب الحسين يوم كربلاء. أولا نجي إلى العدد، أصحاب النبي يوم بدر 313 واحد، بينما المشركون 900 وأكو رواية 950 واحد. قسم 950 على 313 تقريبا يطلع كل واحد من أصحاب النبي يقابل له 3 رجال من أصحاب المشركين، 3 فقط. تعال إلى أصحاب الحسين يوم الطف. أصحاب الحسين يوم الطف أكو رواية 61، وطبعا أكو رواية 82، وأكو رواية 72، وعلى كل حال نأخذ الآن الرواية المتوسطة 70، الرواية المشهورة المتعارفة. الأعداء إيش قد؟ الأعداء مختلف فيهم، رجال المقاتل قسم يقولون 30,000، قسم 35,000، قسم 50,000، أبو مخنث يقول 80,000. على كل حال خل نجي نأخذ رواية متوسطة، رواية 35,000، قسم 35,000 على 70 يطلع تقريبا 500 واحد، يعني كل واحد من أصحاب الحسين يوم كربلاء يقابل له 500 رجل، 500 رجل، بينما كل واحد من أصحاب النبي يوم بدر يقابل له 3 فقط. بالإضافة إلى أنه الإمدادات انقطعت عن أصحاب الحسين يوم كربلاء، بينما الإمدادات كانت موجودة يوم بدر. الله تعالى أخبر رسوله بأنه يمدهم ب3,000 من الملائكة مسومين، 3,000 من الملائكة حاضرين مجهزين لينصروا رسول الله وجماعته إذا اقتضت الضرورة في الحرب. بينما تجي إلى أصحاب الحسين في يوم كربلاء، خصوصا في مثل هذا اليوم الحصار اشتد على الحسين وأهل بيته، وانقطعت جميع الإمدادات، جميع الامدادات انقطعت. حتى مثل هالليلة حبيب ابن مظاهر يجي الى الحسين يقول له سيدي يا ابن رسول الله بالقرب منا حي ببني اسد، ويمكن ان امضي اليهم فادعوهم الى نصرتك، فيستجيب جماعة منهم لندائي. قال له اذنت لك، روح ليهم. اجا حبيب ابن مظاهر، حبيب شيخ القراء، حبيب ابن مظاهر رجل عظيم معروف في عظمته وشرفه وكيانه، استقبله اهل الحي من بني اسد استقبالا حارا عظيما. قال لهم الرجل خطب فيهم: اني وفدت عليكم بخير ما يفد رجل على قومه وجماعته، إني جئتكم لأدعوكم إلى نصرة أبي عبد الله الحسين، أدعوكم إلى خير الدنيا والآخرة. فاستجاب له 90 رجل من القوم، وخرجوا ولبسوا أسلحتهم وأقبلوا يمشون معه متوجهين نحو الحسين. ليش رجل من الحي خرج وأقبل مسرعا إلى ابن سعد وأخبره بالأمر؟ دعا ابن سعد الأزرق الشامي ومعه 500 مقاتل، قال له تروح تقف في طريقهم وتمنعهم من الوصول إلى الحسين. إجوا في أثناء الطريق صادفوهم في الطريق، كثر الكلام بين حبيب وبين أزرق الشامي. أزرق الشامي يقول له لا يمكن لأحد منكم أن أتركه ليمضي إلى الحسين. حبيب ابن مظاهر يصيح لي: أنت رجل شامي، اتركنا مع جماعتنا، ما انت والدخول بيننا. كثر اللغط والكلام بين الطرفين، جماعة 90 رجل خافوا على انفسهم فرجعوا. وفي تلك الليلة خرجوا من الحي، اهل الحي كلهم طلعوا
ليش؟ يخافون أن الحسين إذا قتل يميل عليهم عمر بن سعد بجيشه فيقتلهم. ليش أرادوا أن ينصروا الحسين؟ على كل حال تمكن حبيب أن يوصل نفسه إلى الحسين فأخبر الحسين بالأمر. الحسين تأثر كثيرا، قال لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فالإمدادات انقطعت عن أبي عبد الله الحسين وجماعته تماما، وهذا فرق عظيم بين واحد يجي إمداد من السماء وبين واحد إمداد من الأرض انقطع عنه. بالإضافة إلى أن هناك عدة مؤهلات كانت في أصحاب النبي يوم بدر كانت تشجعهم على القتال، من جملة المؤهلات أن النبي أخبرهم بالنصرة، أخبرهم بالانتصار، أخبرهم بالظفر، وفي نفس الوقت كان يخبر بمصرع المشركين، يأشر لهم يقول لهم ها هنا شيبة يصرع، ها هنا عتبة، ها هنا الوليد، وهكذا. وهذه طبعا هالموقف يشجع الإنسان إذا يدري هو راح ينتصر يتفت بالحرب. بينما أصحاب الحسين يوم كربلاء مثل هالليلة الحسين يجمعهم ويخبرهم يقولهم إنكم ستقتلون عن آخركم حتى الطفل الرضيع، ثم يخبرهم بمصارعهم. حبيب انت هنا توقع، زهير انت هناك تصرع، فلان انت هنا تصرع، وهكذا. هذا طبعا يثبت عزم الإنسان. مع كل ما جرى ومع كل هذه المقارنة، تعال شوف استماتة أصحاب الحسين يوم كربلاء، وشوف خذلان أصحاب النبي وانهيار وضعف أصحاب النبي يوم بدر. النبي يوم بدر يجون الجماعة يا رسول الله ارجع بنا إلى المدينة، فنحن قلة، نحن ضعفاء، حتى نتقوى ثم نكر عليهم، نخرج إليهم. بينما أصحاب الحسين يوم كربلاء هم كانوا يودون القتال، هم كانوا يودون أن يدخلوا ميدان الحرب ليقتلوا في سبيل الله. أبو الفضل العباس بأبي وأمي بعد الخطبة التي ألقاها الحسين يلتفت له يقول له أخي أبا عبد الله، أخي أبا عبد الله، أنا أتركك ونمضي؟ أن أخلي عنك ونمضي لنعيش من بعدك؟ لا، أبقانا الله من بعدك. يقوم سعيد ابن عبد الله الحنفي يقول له سيدي أبا عبد الله، والله لو علمت أني أقتل ثم أنشر ثم أحرق ثم أذرى في الهواء يفعل ذلك في 70 مرة لما تركتك أبا عبد الله، فكيف وهي قتلة واحدة؟ يقوم إليه زهير بن القين رضوان الله عليه يقول له سيدي أبا عبد الله، وددت أني أقتل ثم أنشر ثم أقتل، سكرات الموت 1000 مرة أشوفها، وددت أني أقتل ثم أنشر ثم أقتل، يفعل ذلك في 1000 مرة، وإن الله يرد القتل عن نفسك وعن أنفس هؤلاء الفتية من أهل بيتك. هذا إقدام الجماعة. كانوا يتباشرون يتضاحكون فيما بينهم، واحد يقول للثاني هالساعة مو ساعة باطل. عبد الرحمن الأنصاري يتلاطف ويا زهير، لكن يقول له الآن مو ساعة باطل، مو ساعة له. يقول له لقد علم قومي أني ما أحببت له شابا ولا كهلا، لكن اعتبيت ليش مدقور، ليش مغضب، ليش مقهور، عليه من مغضب؟ ما هي إلا ساعة نميل على هؤلاء بسيوفنا، سيميلون علينا بسيوفهم، فنمضي إلى الجنة ونعانق الحور العين. يعني نشوف جزائنا. هالشكل أصحاب عقيدة، هالشكل مستنيتين ويعتقدون أن الله تعالى سيجازيهم على عملهم.
لو لم تكن جمعت كل العلا فينا لكان ما كان يوم الطف يكفينا يوم وثبنا كأمثال الأسود به وأقبلت كالدبا زحفا أعادينا جاءوا ب70,000 سل بقيتهم هل قاومونا وقد جئنا ب70؟ صاحب الدمعة الساكبة يقول كان نافع ابن هلال رضوان الله عليه من أصحاب الحسين هذا كان أكثر الناس ملازمة للحسين وكان رجلا عاقلا حازما بصيرا بالسياسة. رأى الحسين قد خرج نصف الليل من مخيمه وابتعد عن الخيام فلبس سلاحه وأقبل يعدو خلف الحسين. في أثناء الطريق أحس الحسين برجل خلفه قال نافع هذا؟ قال نعم سيدي. قال ما أخرجك في مثل هذا الوقت من الليل؟ ما تروح تهدأ تستراح؟ قال سيدي أزعجني خروجك إلى معسكر هذا الطاغي. قال أنت مسؤول سيدي أبا عبد الله، أنت مطلوب، بل كجماعة من الحرس ألقوا القبض عليك، إحنا شمدرينا وشي تحديدنا ذاك الوقت شو نسوي لك؟ شلون تطلع وحدك؟ شلون تخرج وحدك وتبتعد عن خيامك؟ التفت إليه الحسين قال خرجت أتفقد هذه التلال والتلاع والروابي مخافة أن تكون مكنا لهجوم الخيل يوم تحملون ويحملون. لأن قائد عسكري الحسين مسؤول عن وضع الخطط الحربية العسكرية ليوم كربلاء. حسين بيبي وامي يقول له أنا طالع أشوف الأرض شلونها، الارض اللي ستقع الحرب فيها، سيقع القتال فيها، اخر اكو تلال اكو روادي اكو حفائر وراء هذه التلال، ربما جماعة يختبئون هنا، فلازم انا اكتشف الوضع والمكان والطريق والارض باجمعها. تقول رحت امشي وياه الى ان فرغ الحسين من عمله من جولته. رجعنا سويا، الحسين يمشي وعن يمينه نافع ابن هلال والحسين ماسك على يسار نافع، يمشون اثنيناتهم كأخوين كرفيقين كصديقين يمشيان معا. تقول والحسين يقول والله لقد قرب الموعد، ثم التفت إلي قال يا نافع ألا تسلك ما بين هذين الجبلين وتنجو بنفسك؟ يعني هذين التلين ما تروح تخلص من هذه الورطة من هذه المصيبة، قتل وقتال وما شابه ذلك، والحياة جميلة والحياة لطيفة، انجو بنفسك انت بعدك شاب، ألا تسلك ما بين هذين الجبلين وتنجو بنفسك؟ فوقع نافع على قدمي الإمام يقبلهما ويقول سيدي اذا فكلتني امي، والله ان سيفي ب1000 درهم اشتريته وفرسي بمثله، والذي من علي بهذا الموقف معك لا تركتك حتى يكلا عن جري وفري. يعني اثنينات يضمحلا هم الفرس هم السيف وانا هم اضمحل، يلا اتركك ابا عبد الله. تقول اقبلنا معا سوية شكرني وجزاني خيرا، يقول اقبلنا معا مر على خيمة الحوراء زينب. قال لي اسمح لي خل امر على الحوراء زينب. يقول انا بقيت واقف انتظر الحسين ربما يعود الي. دخل الخيمة وضعت له الحوراء زينب متكئا، جلس الحسين فاخذ الحسين يحدث زينب حديث شنو يقول ما ادري. بعدين ظهرني ان الحسين سلام الله عليه يخبر الحوراء زينب بما سيجري عليه وعلى اهل بيته غدا، وان الحوراء زينب ستكون مسؤولة عن النساء والاطفال. يقول من عرفت هالكلام؟ بينا انا كذلك واذا بالحوراء زينب اختنقت بعبرتها وصاحت واخاه وحسينا اخي ابا عبد الله
أشاهد مصرعك أبتلي بهذه المذاعير من النسوة من أهل بيتك؟ أقول فأخذ الحسين يصبرها، ثم التفتت إليه وجهت إليه سؤال، لكن هالسؤال نافع بن هلال اسمعه. قالت له الحوراء زينب: أخي أبا عبد الله، هل استعلمت من أصحابك نياتهم؟ فإني أخشى أن يسلموك عند الوثبة والصكاك الأسنة. الموت مر، أقاب ساعة الحرب يتركوك الجماعة وحيدا فريدا وسرورا. فالتفت الحسين إليها قال: والله لقد لهزتهم وبلوتهم، يعني امتحنتهم، فما وجدت فيهم إلا الأشوج الأقعد يستأنسون بالمنية دوني استئناس الطفل بثدي أمه. نافع واصف قال: إي والله استئناس الطفل بثدي أمه. لكن نافع أكثر من هالكلمة، نافع أكثر من سؤال الحوراء زينب. قال في نفسه: عجيب، الحوراء زينب بعدهم ما مطمئنة من عدنا، الحوراء زينب بعدهم ما مستقرة البال، هي ليلة واحدة تاليها الحوراء زينب والعائلة في ذعر في خوف. اجا وين؟ الى خيمة حبيب. شاف حبيب جالس يصلح سيفه وهو يقول: ايها الصارم استعد جوابا لسؤالي اذا العجاج اثير. تفتل قال: من؟ قال: نافع. قال: ما اخرجك في مثل هذا الوقت من الليل؟ اخبر بالامر، شلون خرج الحسين وطلعت وراء الى اخره. ثم قال: وقد تركت الان سيدي ومولاي الحسين عند اخته الحوراء زينب وهي في حال وجل ورعب، واظن ان النساء افقن وشاركنها في الزفرة والحسرة. قال له: ايش فكرك حبيب؟ انت قاعد هنا ويصور عزمك، انت قاعد هنا ورجل مستميت في حق الحسين والعائلة الحسينية في وجل في اضطراب، هي ليلة واحدة، خلي نامن رغد، خلي نامن بهدوء، باشر كل ما يرد يصير خلي يصير عليهم. قال له: حبيب لازم ليلة واحدة ينامن برغد مستقرات البال، هذا مو حكي، انت قاعد بالخيمة، روح ثبت عزم العائلة، روح هدئ بال العائلة الحسينية، طيب خاطرهن. قال له: اطلع جيب جماعتك وديهم الى العائلة الحسينية. قال له: خوش فكرة. طلعوا اثنيناتهم، وقف حبيب على سل، صاح: يا ليوث الحمية ابطال الكريعة، فتطالعوا من خيامهم، يقدمهم ابو الفضل العباس را من عمامته من على راسه مصلد سيفه وهو يصيح: حبيب لمثل هذا اليوم ادخرني والدي علي، لبيك يا حبيب. شو تريد حبيب الصيح؟ فالتفت حبيب اليهم قال: ايها الهاشميون ارجعوا الى مضاربكم، لا سارت عيونكم، ما عندي شغل وياكم، انا عندي شغل ويا الاصحاب ويا الانصار ويا اخوتي وجماعتي. اجتمع الانصار عند التفت اليهم قال: اصحابي ان نافع بن هلال يخبرني بكيت وكيت، وقد ترك اخت سيدكم وبقايا عيالات، وهن يتشاكين ويتباكين، اخبروني عما انتم عليه. انتم شنو رايكم بهذا الموقف؟ لما سمعوا ذلك سلوا سيوفهم، رموا عمائمهم من على رؤوسهم، صاحوا: يا ابن مضار، والله لئن دنا القوم منا شبرا واحدا لنضربنهم بسيوفنا ونرجعهم الى اسلافهم اذلا صاغرين، حتى نحفظ وصية رسول الله في اهل بيته. فجزاهم خيرا. ثم التفت اليهم قال: اذا معي خلفي وياي تعالون. اقبل بهم الى الخيام، جلسوا بين الخيام، جثوا على الركب وقد سلوا سيوفهم، رموا بعمائمهم على الارض، صاحوا كلهم:
السلام عليكم يا أهلنا، السلام عليكم يا فخرنا، السلام عليكم يا معشر حرائر رسول الله. هذه سيوف غلمانكم آل ولا يغمدوها إلا في رقاب أعدائكم، وهذه رماح فتيانكم آل ولا يركزوها إلا في صدور من أراد السوء فيكم. الحسين جالس في المخيم عند أختين، عرف شنو الموضوع، عرف شنو اللي أيجهم. كلمة الحوراء زينب التفت إلى أختها زينب، أنت أيجتيهم، أنت طورتي عزمهم، طلعي أنت كلميهم، أنت هديهم. فرجت الحوراء زينب بعدما التحفت بملحفة أمها الزهراء، لبست أزار أمها فاطمة، خرجت إليهم طاحت: أيها الأطياب انسبوني من أنا، أنا ابنة الضارب بالسيفين، الطاعن بالرمحين، أنا ابنة أمير المؤمنين. الله الله بنا يا محيين الليل بالعبادة، يا بمحلكم يا للشيم هذا محلكم، ويلي للمعزمة تبخر هممكم، يا حيود شنو العذر منكم، تخلون بالذل حرمكم. طلعت زينب تنادي ومن عدا الدمع سجاب: يا انا تعرفوني يا فرسان الحرب يا طياب، انا الطائرة امي وابوي الفحل داخل الباب، ما انا معلم على الذل ولا انا للهضيم احمل، خواتي اللي دمعت التراي بذمة البار وذممكم يا ضياء غمام، يا بوصي بنا يا قبر الترحلو ويون، ترحلون وقبل على الغبرة يا تنام ويون، ويلي شفيلة حرم يا ناس تدرون، حرمة وغريبة لا تقطع طيون. مصائبهم شتى، اخبرهم الحسين انهم سيقتلون عن اخرهم حتى الطفل الرضيع. مناسب في مثل هذه الليلة نذكر الطفل الرضيع، الى منزل عظيم عند الله، لعند حاجة يقدمها يتشفع بعبد الله الرضيع الى الله. الحسين يوم العاشر من المحرم يصيح: هل من ناصر ينصرنا، هل من معين يعيننا. اقبلت اليه الحوراء زينب تقول له: اخي ابا عبد الله، انت تريد الناصر والمعين، والطفل الرضيع في مهده القى بنفسه من مهده على وجه الارض. ما مستقر الطفل الرضيع، كأنه يناديك: ابا لبيك، انا ناصرك، انا معينك. لما سمع الحسين ذلك قال: اختا زينب علي بعبد الله الرضيع. اخذه الحسين اقبل به الى الاعداء يظلل له عن حرارة الشمس. عادة الحسين انه اذا خرج الى القتال يركب جواده، اذا خرج للوعظ والارشاد والخطبة يركب ناقة رسول الله، بغلة رسول الله. فالمرة الحسين اقبل ماشيا على قدمه يحمل شيئا تحت ردائه، شنو اللي يحمله الحسين ما يدرون، يظلل له عن حرارة الشمس. اقبل الحسين خطب في اهل الكوفة، قال لهم: يا قوم، قتلتم اهل بيتي، قتلتم اصحابي، قتلتم ذريتي، قتلتم اخوتي، ولم يبق سوى هذا الرضيع، واخرجه من تحت ردائه حتى يراه الابعدون والاقربون. عبد الله الرضيع على يديه، الجماعة ينظرون اليه،
قللهم حسين لقد اضر به العطش حتى جف اللبن عن ثديي امه اسقوه جرعة من الماء. خاف واحد منكم يظن انها مكيدة، انا اريد ماي لنفسي بهالواسطة ارد احصل ماي، خليجي واحد منكم يستلم الربيع ياخذ للماي يسقيه ماء ثم يرجع به الي. الجماعة كثر اللغط فيما بينهم، منهم من قال اقتلوهم عن اخرهم لا تستبقوا حتى الربيع لهم، منهم من قال اذا كان ذنب للكبار فما ذنب الصغار. حرمل واقف الى جنب عمر ابن سعد، خاف ابن سعد وقوع الفتنة، التفت اليه قال اقطع نزاع القوم. حرمل يقول وضعت سهما في كبد القوس بقيت متحيرا اين ارمي الربيع، والربيع شلون حالته مغمى عليه، رامي برأسه ورقبته على صدر ابيه وعلى منكب والده الحسين وعلى وجهه ونحره وصدره برقع. يقول حرمل بينا انا كذلك افكر في الموضع الذي ارميه به، واذا بنسيم هب على الطفل الرضيع رفع البرقع من على وجهه ونحره، فلاق لي بياض نحر الرضيع فوجهت السهم نحوه، ذلك البياض من منحر الطفل الرضيع فذبحت من الوريد الى الوريد. بينما الحسين يكلم القوم واذا به يرى رضيعه يرفرف على يديه كالطير المذبوح، فتح الرضيع عينه تبسم في وجه الحسين مد يديه الى ابي الحسين وعانقه كأنه يقول له ابا انا ناصرك انا معينك انا مسرور حيث قتلت في سبيلك بين يديك. اقبل به الحسين الى المخيم، ويلي وانا ابني ميات من الحزن ننصب، وانا ابني فجعني حرمل بطفلي، وانا ابني الطفل عاد يفطمونه، وانا ابني انفطم ولا بسام المنية. بقي الحسين متحيرا في طفله وين يوديه، ياخذه الى عمته الى اخته الى امه وين يوديه، طفل رضيع ما بي شي اخذه من المخيم والسايرجع مذبوح، شراح يصير بحال العيال اذا نظرنا اليه. بقي متحيرا بينها وكذلك، واذا بسكينة خرجت عرضا على رسلها، رأت الحسين واقف الطفل الرضيع على يديه، قالت ابا ابا سقيت اخي الرضيع ماء وجئتني ببقية الماء. فتحادرت دموع الحسين على خده اخته وقال لا بني سكينة خذي اخاك الرضيع مذبوحا. يا بجيبة يا حسين بويا الطفل جيبة نصيبة من الماي تنشح نصيبة. اقبلت به الى ام الرباب لما رأت ولطمت وجهه، يا ابني ما كانت ببالي هالعدا ما يرحمونك، وظنت من الماء تروى ولي سالم يردونك، بعد ما ادري المنية تعتنيك ويذبحونك. تعرف هاي المرأة قد كانت مذهولة، هاي بعد قتل الحسين اخذت الرضيع، كانت تاخذ الرضيع وتجي وين الى المشرعة، لان الجماعة وخروا عن المشرعة، تطيل النظر من الماء يجري في شاطئ الفرات، تطيل النظر الى ولدها عبد الله تخاطبه بني عبد الله هذا الماء يجري وانت تذبح عطشانا، عشان يا ما يكون انقطع جروانك، يجري الماي وانت تلوش بلسانك،
يا المفطوم يا ابني قبل ميحانك فلا بلغ الفطام لكم رضيع وطفل السر تخطمون نصوله. فضل شيخنا اللهم بالحسين وآله المظلومين اغفر لنا ذنوبنا، تقبل عملنا بخير قبولك، اجعلنا من خدام الحسين وأحبائه، من كان فينا طالب حاجة اللهم قض حاجته، ارزقنا شفاعة الحسين، شاف كل مريض، فك كل أسير، رد كل غريب، أد دون المديونين، اقض حوائج المحتاجين، المؤسسين لهذا الماتم والمشتركين فيه تقبل عملهم بأحسن قبولك، ارحم امواتهم وامواتنا واموات المؤمنين، بلغ الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.